الرحمن الرحيم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم النهارده بقضيه رهيبه رهيبه فوق الخيال. ازاي ام تاخد بنتها لغايه الدجال وهي عندها 9 سنين عشان يغتصبها؟ يعني دي حاجه اقسم بالله مفيش عقل يصدقها، تاخد بنتها علشان يعني ان هي تفك اعمال او عشان خاطر الاعمال وكده، علشان خاطر يغتصبها وهي تكتب بنتها وخالتها تربط عينيها وبقها وستهم اللي هي مامة الأم والخالة تقعد بره تراقب الجو، عم الدجال يغتصب بنتها قدامها قدام عينيها، فين القلب؟ يعني أنا أنسى ربنا خالص كده وحط في دماغي الأعمال والسحر والشعوذة يوميا يوميا على الله تاخد بنتها للدجال يغتصبها يوميا يوميا. ازاي بنتها قدرت؟ ازاي بنتها وهي بتصوت كده وبتقاوم كده قلبها موجعهاش عليها وتاخدها تجري تغمي عينيها وتقفل بقها وخالتها تكتفها وستها قاعدة تراقب الجو بره، وكل ده من عمر 9 سنين؟ 9 سنين لغاية ما وصلت 16 سنة. يلا بينا نسمع الأب هيقول إيه طبعا وبعدين والدتها نرجع بسبب تاني. الاعمال وكده، طبعا البنت كانت في حضانتها. المهم ان بنتي بقيت احاول اروح اشوفها من في كام سنة الفتره، الكلام ده؟ الكلام دوت من حوالي 15 سنه وشويه. من 15 سنة منفصل عن والدتها. اه حضرتك، انا اتوجهت ان انا اروح لمريم كذا مره، ان انا حتى اشوفها، بس كانوا بيجوا لي ناس بسيوف وسكاكين بينزلوا عليا. طبعا ما بعرفش اعمل حاجه. اتزوجت، كان ليا زوجه، جبت منها ملك ومحمد. توفت، حاولت ان انا ارجع مريم كانوا هم مخوفينها مني جدا، ما كنتش اعرف السبب، كانتش بتتكلم معايا حتى، كانت بتهرب مني. فكنت طبعا سبتها فتره، مش هقول لك ما سبتهاش، كانت الامكانيات، انا راجل على الله، هما كان معاهم فلوس او بيجيبوا فلوس بيعرفوا يجيبوها. حضرتك بنتي بعد 14 سنة ظهرت لي، قالت لي انا يعني هتخطب او كده. قلت لها مريم سنك صغير يعني عيشي سنك وكده، عملت لي بلوك، ده بأمر من والدتها، مكنتش اعرف حاجة خالص. تم خطوبة لمريم بالفعل، قريت فاتحة. بعديها بسنة أو سنة وشوية ظهرت لي مريم عن طريق أخويا، عن طريق أخويا. رحت أشوف مريم عند أخويا في البيت، يعني لقيتها هي ووالدتها بيقولوا لي إن إحنا فسخنا الخطوبة، وإن الناس ديت ناس مش كويسة، وإحنا بعدنا عنهم ومش عايزين مشاكل، وهم ناس يعني بتوع مشاكل وكده. قلت لهم ماشي. قالوا مريم هتقعد معاك فترة عشان نفسيتها وكده. قلت لهم اهلا وسهلا، تعالي يا مريم. كنت قاعد في المحل، فقلت لها انا ما عنديش مكان اقعدك فيه. قالت لي اخواتي قاعدين فين؟ قلت لها قاعدين في المحل اللي انا بشتغل فيه وكده، يعني بنت حضرتك مريم هي قالت لك انا عايز اجي اقعد اقعد معاك معاك. ولقيت امها بتديها لي بسهولة، بسهولة جدا، على عكس اللي قبل كده. عكس قبل كده بياما، انا ما كنتش بعرف اشوفها حتى. فاستغربت، استغربت جامد للموقف، يعني ايه اللي حصل ده، ايه اللي كل ده تم، مش تعرف اللي حصل ما لمريم. اعرفش حاجه. مريم قعدت معايا حوالي شهرين، ده الكلام ده من قبل العيد الكبير، قعدت معايا حوالي شهرين. بعد الشهرين لقيت مريم بتكلم مامتها بطريقه غير لطيفه، يعني مش كويسه. قلت لها مريم ازاي ان انت يعني بتعملي كده مع مامتك، مالكيش دعوه بالخلاف اللي ما بيني وما بينها. لقيت مريم مره مع مره انهارت، قالت لي انا ضيعوا مستقبلي، قالتك ايه؟ ضيعوا مستقبلي. ضيعوا مستقبلي؟ قلت لها ضيعوا مستقبلك ازاي؟ ازاي؟ فانا افتكرت ان هم مثلا ضيعوا مستقبلها، طلعوها من المدرسه يعني كده، يعني حاجات كده عاديه. فلقيت مريم، قلت لها ازاي؟ قالت لي عن طريق واحد بيعمل اعمال، قلت لها اسمه الشيخ عطيه. قالت لي هو انت عارفه؟ قلت لها اه طبعا عارفه. قالت لي ده مات ابنه، قلت
رحت لها ابنه عمل ايه؟ قالت لي ابنه تم الاعتداء عليا، خدني من المدرسة، انهارت جامد، اصلي زي شايفين انهيار الأب والبنت قاعدة ازاي يعني، يا حول الله بقت عروسة. فانتوا متخيلين ان هي من 9 سنين، عندها 9 سنين، 9 سنين دي طفلة، طفلة بريئة ما تفهمش اي حاجة، وهي مش فاهمة لغاية ما عرفت ان كانت بقى ومامتها تخليها تشتغل في مصانع وتشتغل في كل حاجة، لغاية ما قالوا لها في الشغل بتاعها ان الحكاية دي حرام، بدأت بقى تروح تسأل في شغل باباها، وخدت نمرة عمها وقابلت باباها وقالت له هعيش عندك، لغاية ما لقاها بتتعامل مامتها بطريقة وحشة جدا، فقال لها ملكيش دعوة بالمشاكل اللي ما بيننا. قامت جاية قالت له ايه، لا دي ضيعت مستقبلي، ده عملت وعملت وعملت وعملت. الأب طبعا صار وكان عايز يبهدل الدنيا. دلوقتي هم مبلغين النيابة وبيعملوا تحقيق. يلا بينا بقى نشوف البنت بتقول قصتها بطريقة وحشية وهي مكسورة يا قلبي. يلا وكنت قاعدة مع والدتي، فماما كانوا بيروحوا يعملوا أعمال ودجل وكده، بس من أيام أبو الدجال كنت بروح من صغري يعني معاهم. أنا عمري 5 سنين، خلفت عيل بالفعل ورموه قصاد فيلا العيل ده كان من الدجال؟ من أبو الدجال من أبو الدجال اللي هو توفى، اللي هو ميت دلوقتي. بعد كده كان عندي 3 سنين، الدجال قال لها ماما اغتربت منه انها ترجع لبابا، قال لها طب الجن طالب مريم. قال لها ايه؟ الجن طالب مريم. الجن طالب مريم. بالفعل هي سلمتني ليه، قالت له ماشي تمام، خدتني وراحت غمد عيني غتمت بقي، فطبعا انا طلعت صوت طالع، فجي واحد خبط الصوت ده عندك يا سيد؟ قال له لا مش عندي. قال له طب وجيها دلوقتي وانا هبقول لك امتى. تاني يوم جالي المدرسه، تاني يوم على طول جالي المدرسه، قال لي ستك وخالتك وامك عندي. الدجال اللي جالك المدرسه صح كده؟ بس هما كانوا مفهميني ان ده قريبهم من ايام ابوه، كان بيقولوا لي ده عمه ومش عارف ايه، وكان قرايب يعني من الصعيد وكده. فجيت رحت معاه، فكان جايب لي عصير، زمان كان في ازايز اللي هي البزازه دي، فكان جايب لي عصير فشربته، وبعد ما شربت العصير حسيت جسمي همدان مش قادره اتلمع على اعصابي. تم ساعتها الاعتداء عليا، وصلني لحد البيت وكان بيكلم ماما في التليفون بيقول انا خلصت تمام. اعتدى عليكي جنسيا؟ وبعدين؟ وبعد كده اتصل بماما وقال لها تمام خلاص تمام، قالت له ماشي. فرحت قلت لماما ده هو قال لي ان انت هناك وانت ما كنتش هناك يا ماما، قالت له انا ما قدرتش انزل. فجت بعد 3 ايام ودتني هي وخالتي وستي، اخدوني ودوك ليه تاني؟ كنا بنروح على طول يعني، ممكن ده هو كل يوم، احنا كنا بنروح كل يوم، بس يعني بعد يعني بعد الاعتداء عليا ب3 ايام ودوني انا تاني. رحنا، راحت ماما غمد عيني وكتمت بقي، وخالتي كانت ماسكاني وستي كانت قاعدة بره بتراقب الجو. ستك قاعدة بتعمل ايه؟ بتراقب الجو بره. بتراقب الجو بره نفس اللي عمل أول مرة؟ كان بيتعامل معاه. وانت عندك 9 سنين. يا رب يا رب ما في أم تشوفها في بناتها ولا أب ولا أي حاجة. وجعت قلبي، عايزين كلنا نتكاتف مع البنت دي ونجيب لها حقها. قريت كومنت كده واحد بيقول انا عاوز اتجوزها وكل طلباتها مجابة، يا رب يكرمها في حياتها يا رب ويعوضها خير. اكتبولي في التعليقات رأيكم بكل صراحة، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك. فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو
واشتراك بالقناة.